الله حياتك وايد حلوة. معنا عفوا اتصال من فيونة المزيونة. عودة علي وجابة. حياك الله فيونة، تفضلي. بونجور عليك وعلى مشاهدينك وبس، مثل ما هو اسم برنامجكم. يا هلا، ايش فيك فيونة متنرفزة؟ إذا لاحظتي حبيبتي إن أنا سلمت عليكم بس ما سلمت على تلقى، لأنها إنسانة ما تستاهل حتى إن الواحد يسلم عليها. لا ما يجوز هالكلام، ضيفتنا لها كل التقدير والاحترام. خليها يا بنيتي ابتسام، هي ما تعرفني ولا أنا أعرفها، بس أنا ما أقول إلا الله يسامحها ويهديها دام إنها ظلمتني. ما له داعي تتصنعين الطيبة أو تتخفين بقناع الطيبة وأنتي إنسانة شريرة. يا مرحتي تيذبل التبد، لكن أنا مثل ما أنا، شوف الجبل واقف ولا هزته ريح. أنتي منو أنتي أساساً؟ أنتي ما انشهرتي إلا لما أنا نشهرت سنابج وأنا اللي شهرتك. أنتي مضيعة، أنا ما عرفت. أنا ما تعرفيني؟ الحين عقب ما كنت سبب في شهرتك تتذكرين لي الهيليقية؟ الله يهديك بس يا بنيتي، أنا كبر أمك تقولين عني هالكلام؟ إنياء انفضحتي خلاص، غيرتك انكشفت. أنتي تلعي برا؟ أنتي سمعيني يا الهيليقية اللي تسوينا تشذبين على العالم وتدعين شخصية ثانية، عيب عيب. أنتي ألو؟ ألو، الظاهر انقطع الاتصال. ليه قطعتوه؟ ليه ما خليتوه تكمل؟ الحمد لله انكم قطعتوه، كنا انفضحنا. احنا اسفين مدموزيل حسمسم. ما عليه يا بنيتي، اللي يعيش ما يشوف من العجايب، وهذه البنت انا مسامحتها، لكن خلاص انا بطلع من اللقاء دامني انجرحت، ما اقدر احكي عقب حتيها. لا حبيبتي اهدي، مخرجنا اطلع فاصلة الله يخليك.